السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، مستوى الثالثة إعدادي، مرحبا بكم في هذه القناة، قناة الفهم والاستيعاب لمادة الرياضيات للمستوى الثالثة إعدادي. ترحب جميع التلاميذ المنضمين في هذا المستوى هذا، لذلك نقدم لهم فيديوهات مختصرة وكذلك تمارين حلول بعض التمارين الصعبة للفهم والاستيعاب الأنشطة المقترحة من طرف هذه المادة الرياضيات السنة الثالثة إعدادي. معكم يوسف دلال، تنرحب جميع تلاميذ المستوى الثالثة إعدادي، سوف أقدم لهم فيديوهات خاصة بهم باش يفهموا الدروس المتعلقة بالدورة الثانية لهذه السنة، هذه السنة حاسمة بسبب السنة الثالثة إعدادي، باش كل شيء يستوى. إذن على بركة الله نبدأ بتصحيح بعض التمارين ديال الدالة الخطية. اليوم سوف نقتصر الذكر حول الدالة الخطية، ولاحقا سوف نخصص فيديوهات خاصة بالدالة التآلفية وكذلك معادلة مستقيم. إذن انتظرونا بعد قليل، سوف نقوم بشرح التمارين وكذلك إعطاء العناصر إجابة وطريقة اشتغال على هذه المادة، هذه المادة المهمة جدا الرياضيات للسنة الثالثة إعدادي، خاصة بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا ترحب بالجميع خصوصا تلاميذ السنة الثالثة إعدادي، أذكر أن هذه الفيديوهات خاصة بالتلاميذ هذو باش يستوعبوا مادة الرياضيات بشكل جيد جدا، داكوغ، وحصلوا على نقاط ممتازة في الامتحانات ديالهم وكذلك الفروض ديالهم، واستوعبوا هاد المادة هادي اللي غادي تأهلهم في العام الجاي إن شاء الله باش يطلعوا للثانوي. يلا على بركة الله نبدأ. إذن سوف نقوم بحل التمرين الأول لتكون F دالة بحيث F على 5 تساوي 4. إذن F 5 هي الصورة تساوي 4، و4 هي صورة العدد 5. إذن أول سؤال، حدد معامل الدالة F. إذن حدد معامل الدالة F، نخص ولا بد ان نتعرفوا على معامل الداله الخطيه. اذا معامل الداله الخطيه تتحسب على الشكل التالي: ا تساوي اف اكس على اكس. اف اكس هي الصوره و اكس هو العدد، و ا هو معامل الداله الخطيه. إذن تنديرو واحد تطبيقي، هاهو تطبيق عددي، تنديرو إف خمسة على 5. إذن تتساوي إف خمسة هي 4 على 5. إذن أ معامل هو 4 على 5. إذن الشكل اللي تتكون فيه التعبير الكتنين، أوجد التعبير، أوجد التعبير اف اكس
إذن اش نديرو؟ احنا تعرفنا على ان معامل الدالة الخطية هو a تساوي 4 على 5، إذن هنا بصفة عامة هي ax، إذن fx تساوي ax هي بصفة عامة، هي الكتابة ديال الدالة الخطية بصفة عامة. إذا في الحالة نعوض أ بالقيمة ديالها، إذن إف إكس تساوي 4 على 5 إكس، إذن هذه هي الكتابة ديال تعبير الدالة الخطية. واحد السؤال اخر يقول احسب صورتي العدد 10 وناقص 7 على 2. اذا عندنا دابا التعبير اف اكس تساوي 4 على 5 اكس، اذا في الحاله خاصنا ولا بد نحسب صورتي العددين 10 وناقص 7 على 2. شوفوا الطريقه كيفاش، تابعوا معايا. ثالثا احسب صورتي العددين عشرة و ناقص 7 على 2. إذن باش نحسب الصورة ديال العددين 10 خصو نبدا نستعملو هاد الصيغة، هاد التعبير ديال الدالة الخطية. إذن إف 10 يساوي 4 على 5 في 10 يساوي 40 على 5. إذن بعد القيام بالاختزال 40 مقسوم على 5 تعطيك تقريبا 8. إذن إف على 10 يساوي 8، إذن 8 هي الصورة ديال العدد 10 بهاد الدالة الخطية F. إذن نفس المثال ناخدو F على ناقص 7 على 2، تساوي 4 على 5 في ناقص 7 على 2. 4 في ناقص 7 شحال يساوي؟ يساوي ناقص 28. 4 في 7 يساوي ناقص 28، و5 في 2 يساوي 10، إذن هي ناقص 2.8. إذن إف ديال ناقص 7 على 2 يساوي ناقص 2.8. إذن الصورة ديال إذن الصورة ديال العدد ناقص 7 على 2 هو ناقص 2.8. 4 في 7 تساوي 28، 4 في ناقص 7 تساوي ناقص 28، إذن 5 في 2 10. إذن في سؤال آخر بدون حساب حدد القيمة. هنا في سؤال 5 بدون حساب حدد قيمة
F تساوي 1430 على 1430. إذن هاي الصورة هو العدد. هذا ذكرنا بيه سير بتحديد معامل الدالة الخطية اف اكس على اكس تساوي اف على 1430 على 1430 ستعطيك دائما 4/5. إذن 4/5 هو الدالة، هو معامل الدالة الخطية الذي لا يتغير. داكوغ، هذا هو لك. إذن بعد قليل سوف نرى تمثيل مبياني الدالة F. ألوغ كيف ما تشوفون هنا، هذا هو الشكل ديال المبيان، المبيان متعامد ممنظم. عندنا هنا O و E و G. إذن هذا هو القيم ديال الصور FX، وهنا القيم ديال الأعداد. إذن هنا نمثلو X من الأعداد تكون في هذا المستقيم الأفقي، وهنا في المستقيم العمودي تمثلو الصور FX. إذن fx تساوي 4/5x. سنعود مثلا x بواحد تعطينا تقريبا 4/5 الصورة ديالها. تعرفوا بأن دائما تمثيل مبياني ديال الدالة الخطية سوف يمر من أصل المعنى. كاين واحد النقطة هنا هي 0 0، وكاين واحد النقطة هنا هي 1 4 5. 1 هو العدد و 4 5 هو الصورة، وهذا هو التمثيل المبياني كيفما تشوفوا على الشكل. إذن هذا هو إنجاز ديال التمرين الأول. إذن نتعرف دابا على التمرين الثاني بعد قليل. إذن انتبهوا معي، هنا عندنا التمرين الثاني. لاحظوا معي مزيان، هنا في التمرين الثاني راه تيبان لكم هنا في الصورة هذه. ثم لاحظوا هنا F دالة خطية تمثيل المبياني يمر بالنقطة P 3 2. F دالة خطية تمثيل المبياني يمر بالنقطة 3 2. احسب معامل الدالة الخطية أولا، ثانيا أعطي تعبير الدالة F، ثالثا احسب الصورة العدد ناقص 2 بالدالة F. احسب صورة العدد ناقص 2 بالدالة F، ثم تمثيل مبياني الدالة F اي تمثيل مبياني الدالة الخطية. انتبهوا مزيان هنا، F دالة خطية تمثيلها المبياني يمر بالنقطة P 3 2. احسب معامل الدالة الخطية F، ثم أعطي تعبير الدالة F، ثم أحسب صورة العدد ناقص 2 بالدالة F، ثم تمثيل مبياني الدالة F. إذن هناك 4 أسئلة سوف نقوم بحلها الآن. هالشي كامل في إطار استعداد مهم للفهم والاستيعاب الدروس ديال المستوى الثالث إعدادي. حنا دابا في إطار ديال الدوال الخطية والدوال التآلفية تالتة ثانوي إعدادي. ثم لاحظوا على التمرين الثاني، خاصكم تفهموا لي مزيان شي لاحظتوا. F دالة خطية تمثيلها المبياني يمر بالنقطة P 3 على 2. قالك احسب معامل الدالة الخطية F، وأعطي تعبير الدالة F، وأحسب صورة العدد ناقص 2 بالدالة F، ثم تمثيل مبياني الدالة F. إذن بعد قليل سوف نتمكن من إنجاز هذا التمرين هذا، خاصة بالنسبة للتلاميذ الثالثة إعدادي.
إذا نبدأ في حل هذا التمرين. التمرين رقم 1 حليناه. دابا ننتقل للتمرين رقم 2 F. دالة F دالة خطية. F دالة خطية تمثيلها المبياني. يمر بالنقطة بي 3 جوج. 3 هو العدد وجوج هي الصورة ديال هاد العدد. المعنى ديالو هي الشكل هذا اف 3 تساوي 2. اذا من خلال هاد الكتابة هادي اف 3 تساوي 2 تعرفوا بان 2 هو العدد، هي الصورة ديال العدد 3. هي بحالة المسألة هادي اف اكس تساوي 2. إذن x هو العدد 3. إذن f x على x تساوي هو المعامل ديال الدالة الخطية. نديرو التطبيق العددي f 3 على 3 تساوي 2 على 3. إذن a هي 2 على 3. A هو معامل الدالة الخطية F. نعطي تعبير الدالة F ثانيا. أعطي تعبير الدالة F. إذا ديجا عندنا معامل الدالة F هو 2 على 3. عشان ندير في الحالة ندير 2 على 3 X. إذا F X تساوي 2 على 3 X. إذا 2 على 3 هو معامل الدالة خطية، وهاد تعبير 2 على 3 X هو تعبير الدالة الخطية F. إذن كيف ما تشوفوا هنا، إذن بالنسبة ل إف دالة خطية تمثيل مبياني يمر بالنقطة بي تساوي 3 على 2، شنا معنى؟ معنى أن إف 3 تساوي 2. إذن الصورة ديال العدد 3 هو 2. إذن إف إكس على إكس تساوي أ، أي إف 3 على 3 تساوي 2 على 3. إذن 2 على 3 هو معامل الدالة إف. إذا أعطي تعبير الدالة F. إذا من خلال هاد 2 على 3 F 3 على 3 تساوي 2 على 3. إذا تعبير الدالة F هو F X تساوي 2 على 3، 2 على 3 X. إذا 2 على 3 X هي تعبير الدالة الخطية F. إذن نحسبوا دابا الصور، حساب الصور، احسب الصور، احسب. إذن ثالثا
واحسب صورة العدد ناقص 2 بالدالة F بالدالة الخطية. ديجا عندنا هنا اف اكس تساوي جل 3 اكس. إذن اف لي ناقص 2 كم يساوي؟ تنديرو جل 3 في ناقص 2 تساوي ناقص 4 على 3. لين اف ناقص 2 تساوي ناقص 4 على 3. اذا العدد هو كالتالي، الصورة ديال ناقص 4 على 3 هو العدد ناقص 2. اذا انا احسب هذه المعنى ديال احسب، احسب صورة العدد ناقص 2 بالدالة اف. لين اف اكس تساوي جوج على 3 اكس، اف ناقص 2 تساوي اف ناقص 2 تساوي جوج على 3 اكس، اي اف ناقص 2 تساوي ناقص 4 على 3. اذا اف لي ناقص 2 تساوي ناقص 4 على 3. اذا خصنا غير نعوضو اكس بالعدد ناقص 2. اذا عوضنا اكس بالعدد ناقص 2 نحصل على الصورة ديالو. إذن بعد قليل سوف نقوم بإنجاز التمرين الرابع أو السؤال الرابع. مثل مبيانيا الدالة F. مثل مبيانيا الدالة F. إذن هذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة Fx تساوي جوج على 3x. هذا هو التمثيل المبياني في معلم متعامد ممنظم او اي جي. خاصكم تلاحظوا بان هذا المستقيم الافقي يمثل الافاصيل او الاعداد اكس، وهذا المستقيم العمودي او محور الرتيب يمثل الصور اف اكس. لدينا جوج على 3 الصورة ديال رقم 1 بيان سور، او 1 أو جوج على 3 معنى نصف 0.6 تقريبا. إذا تعرفوا بأن الدالة الخطية تتمر من أصل المعلم صفر. إذا هذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة إف إكس تساوي جوج على 3 إكس. إذا ننتقل الآن إلى التمرين الأخير في هذه الحصة ديال الدالة الخطية. إذا ننتبه للتمرين هذا، تمرين 7، لتكن اف دالة خطية بحيث اف ناقص 1 على 5 تساوي 1. إذا 1 هي صورة العدد ناقص 1 على 5 بهذه الدالة الخطية. إذا أولا حدد معامل الدالة اف، ثم ثانيا مثل مبيانيا الدالة اف في معلم متعامد ممنظم او اي جي، ثم احسب صورتي العددين 7 وناقص 3. إذن هناك عندنا ثلاث أسئلة خصنا نفهمو ليها مزيان نستوعبو. لتكن اف دالة خطية بحيث اف ناقص 1 على 5، اف ناقص 1 على 5 تساوي 1. إذن 1 هي الصورة ديال العدد ناقص 1 على 5. أولا سوف نحدد معامل دالة اف، ثم نمثل مبيانيا تمثيل مبياني الدالة اف في معلم متعامد ممنظم او اي جي، ثم نقوم بحساب صورتي العددين 7 وناقص 3. إذن عندنا ثلاث أسئلة خاصنا نفهمهم مزيان ونستوعبهم باش نتمكنوا منهم بشكل جيد. هانتوما لاحظوا، تكون اف دالة خطية بحيث
اف ناقص واحد على خمسة تساوي واحد، يعني واحد هي الصورة ديال العدد ناقص واحد على خمسة. يعني سؤال أول يقول حدد معامل الدالة اف، سؤال ثاني يقول ما التلميبيان الدالة اف في معلم متعامد منظم، ثم أحسب صورتي العددين، أحسب صورتي العددين سبعة وناقص سبعة وناقص ثلاثة. هذا هو التمرين سبعة، خاصة بعد مسائل سوف نقوم بحله بعد لحظات. إذا انتبهوا لحل التمرين. لتكن f دالة خطية بحيث f ناقص واحد على خمسة يساوي واحد. إذن f هي واحد هي الصورة ديال ناقص واحد على خمسة بالدالة f خطية. إذن لتكن f دالة خطية بحيث لتكن f دالة خطية بحيث f ناقص واحد على خمسة تساوي واحد. إذن f ديال واحد هي الصورة ديال العدد ناقص واحد على خمسة بالدالة f الخطية. إذن حدد معامل الدالة. نحدد معامل الدالة f. إذن a تساوي دائما fx على x. إذن a دائما تساوي fx على x. fx هي الصورة و x هو العدد. في الحالة خاص نختار f على ناقص واحد على خمسة على ناقص واحد على خمسة، هي الصورة والعدد. نديرو التعويض. واحد على ناقص واحد على خمسة سوى واحد في ناقص خمسة سوي ناقص خمسة. ان ا تساوي ناقص خمسة، اي التعبير ديال هادي هي ناقص خمسة اكس. هذا هو التعبير ديال الدالة الخطية اكس تساوي ناقص واحد على خمسة اكس ناقص خمسة اكس. اف اكس تساوي ناقص خمسة اكس. دابا نحسب الصورتي ديال هادو. شوفوا الصورة الأولى، احسب صورتي العدد جي ست ولا اف ست تساوي ناقص خمسة في سبعة تساوي ناقص خمسة وثلاثون.
On a G ناقص 3 G ناقص 3 تساوي ناقص 5 في ناقص 3 تساوي 15. إذن جي 7 تساوي ناقص 35 و جي ناقص 3 تساوي 15. نديرو هنا اف، لان اف 7 تساوي ناقص 35 و اف ناقص 3 تساوي 15. اجي نديرو التمثيل المبياني ديال هاد الدالة اف في معلم متعامد ممنظم. اذا هاد الصورة هي اللي تتمثل لكم المبيان معلم متعامد ممنظم او اي جي. هتلاحظوا بأن اف اكس يساوي ناقص 5 اكس، اذا لعودنا اكس بواحد القوة تساوي ناقص 5. هنا اذا كل دالة اختيارة تتمر من اصل المعلم. اذا هذا هو الشكل ديال الدالة الخطية ناقص 5 اكس. دائما خاص تعرفوا بأن الدالة الخطية تتمر من أصل معلم أي صفر صفر، ثم تأخذ إكس تساوي واحد، وتعرفوا بأن ناقص 5 هو المعامل ديال هاد الدالة الخطية. إذا هو تبين لكم هاد الشكل. إذن سوف نواصل إن شاء الله في فيديو قادم، صحيح بعد تمارين خاصة بالدالة التآلفية هذه المرة، خاصة بالتلميذ ثالثة إعدادي. إذن كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكم الكتيفي للفهم والاستيعاب لمادة الرياضيات المستوى الثالث إعدادي. إذن تطلب من جميع التلاميذ أنهم ينخرطوا في هذه القناة جوكم الكتيفي باش يتوصلوا بكل جديد. اذا مرحبا بجميع التلاميذ خصوصا مستوى الثالث اعدادي. اذا ما تنسوش الفيديو القادم سوف نقوم بتصحيح تمارين مهمة في الدالة التآلفية هذا المرة. اذا الى اللقاء.